نهدف بيتنا وراح بيوتنا اللي هنا كلهن ونزحنا على عملنا خيمة. الخيمة منها قاعدين فيها أنا وعيال ومنه كمان هي وخلفها كاملين بسطة يعني نبيهم نسزق منها ناكل منها. فيش حياة فيش إشي مساعدات شحيحة أكل فيش شرب فيش. شايف القمار فحاولنا انه نحيي قاعدين السوق يعني. بس المشكله انه فيش بضاعه في السوق يعني. وهذا اللي قدام حياثر علينا كثير يعني. فيش لا في معابر تخش منه بضاعه ولا في شيء يعني. فقاعد الناس قاعده تعمل خيام زي ما انت شايف يعني. منه بتعمل رزقه منه عشان تقوي بيوتها يعني تقوي الناس اهله يعني نسوانهم بناتهم اولادهم اطفال صغار.